الغول كائن خرافي يرد ذكره في القصص الشعبية والحكايات القديمة. يتصف هذا الكائن بالبشاعة والوحشية والضخامة، وغالبا ما يتم إخافة الناس بقصصه، وهو أحد المستحيلات الثلاثة عند أهل الجزيرة العربية في الجاهلية. ولكن عندما جاء الإسلام نزع تلك الأفكار، وقيل هو أحد أنواع الجن، وقيل أن لفظة الغول جاءت من كلمة التحايل والخداع، وهو أحد أهم صفات الغول وأبرزها حسب الأساطير المختلفة. فالغول يلجأ للتماهي وتغيير شكله ومظهره ويخفي حقيقته ليتمكن من الإيقاع بفريسته والقبض عليها. غول كلمة رائجة في المجتمع العربي، وموجودة أيضا في اللغتين الإنجليزية والألمانية عن العربية لوصف وحش خيالي أو فوبيا أسطورية لشيء مفترس. عادة ما يستخدم هذا المصطلح في قصص الجهال الشعبية أو لوصف كائن مجهول مخيف في العادة. اعتادت الأمهات والجدات أن يخفن بها الأطفال ليخلدوا للنوم مبكرا، قائلين الآن سيظهر الغول إذا لم تنم. ومن الممكن أن يقال هذا يشبه الغول، ويقصد به الشتم أو الاستهزاء بأحد، أو أن هذا الشخص بشع شكليا، لأن المعروف أن الغول مخلوق بشع مخيف. أيضا الغول يأتي في الأفلام الكرتونية أو الرسوم المتحركة بأنه المخيف المؤذي للمخلوقات الحية في المدينة أو القرية. من أشهر ما قيل في الغول عند العرب، المستحيلات عند العرب ثلاث: الغول والعنقاء والخل الوفي. ويقال أن الغولة تظهر في الظلام للمسافرين وعابري السبيل والضائعين، فتأخذ شكلا محببا لهم أو شكل امرأة فاتنة فيقع في حبها، ثم تقوم بخطفهم ثم تأكلهم. من صفات الغول التي قالتها تلك الأساطير أنه كائن نصف حيواني ونصف بشري، أقدامه كأقدام الحمار وجسمه مغطى بالشعر الكثيف، له قرون ماعز وعيون حمراء مشقوقة ولونه أسود مرعب وحجمه ضخم وهائل. ومن جهة أخرى جاء وصف الغولة في أساطير أخرى بأنها ذات شعر كثيف طويل يقطر زيتا، وملامح مرعبة، وأسنان حادة، وجسد مشوه، وأقدام ماعز أو حمار وربما ذيل ماعز، ونظرات مرعبة، وأنها حين تنام يخرج من بطنها أصوات صياح بشر ونهيق حمير وغيرها من الكائنات التي تناولتها في يقظتها. ويوصف في القصص الشعبية بأنه يغول المسافرين والمبتعدين عن الطريق المتعمقين في الأحراش، وهو يصفر صفرة شيطانية من أمامك ثم من خلفك، ويستطيع التمثل للإنسان بشكل صديقه، وهو مشهور عنه هذا الفعل. وجاء الإسلام كديانة سماوية تنفي الأساطير والخرافات وتقر الوقائع فترفض كل ما هو مثل الغول وأشباهه، لكنها تقر الجان ويرد ذكرهم في القرآن مرات عديدة، واعتبارهم أحد مخلوقات الله، مثلهم كمثل الإنس، منهم الكافر ومنهم المؤمن. وكان هذا الاعتقاد نابعا مما وصف به الغول من قدرته على التماهي وتغيير شكله والاختفاء عن أعين الآخرين والخداع وغيرها من تلك الصفات المريبة التي تبقى في الأذهان والخيال منذ قديم الزمان أنها أفعال جن وعفاريت. كما أن العرب قديما كان لديهم ذلك الاعتقاد أيضا بأن الغيلان هم سحرة الجان أو تابعين لهم أو خدامهم أو الفصيل الشرير من الجان، وقيل أن الغول لا يقتله سوى إشعال النيران فيه. ومن ناحية أخرى ظهرت أساطير أخرى تربط بين الجان والغيلان في كائن كبير ضخم أشبه بالبشر، لكن جسده يحمل الكثير من النقوش الغريبة وملامحه المرعبة، وهو يقوم باختطاف ضحاياه وتعليقهم ثم يقوم بقتلهم ببطء وامتصاص دمائهم، بينما يدخل ضحاياه في حالة من الهلوسة وفقدان الوعي فلا يشعرون بأي شيء ولا يبدون أي مقاومة. وقيل أن هذا الغول لا يمكن التخلص منه إلا بطعنة سكين عليه دم حمل. وفي النهاية لا يمكن لأحد أن يجزم حقا أو يثبت بالأدلة الدامغة وجود الغيلان من عدم وجودها، وإن كانت مجرد حيوانات هجينة مفترسة فكان خيال القدماء واسعا بشدة لينسجوا منها قصص وأساطير، أم أنها كانت حقائق وصبغت بطابع الأسطورة وأضيفت إليها الكثير من اللمسات الخيالية لإضافة جو أكثر رعبا. الواقع أننا لا ندري ولا يبدو أننا سندري، فبعض الأشياء وجدت لتظل غامضة.